أصبت في مسيرات العودة من الاحتلال في عام 2018، وتسببت الإصابة طبعا في شلل نصفي. فبعد ذلك توجهت للمستشفى وكانت هناك يعني المعاناة يعني الفكرة لأن أعمل السرير الموجود هذا. طبعا فكرت السرير هذا يعني، وبعد ما طلعت من المستشفى بديت أن أطبق الفكرة، وشوي شوي الحمد لله يعني لحديت ما توصلت للسرير. ميزاته انه بيشتغل يعني سواء كان الكهرباء موجود او مش موجود من خلال يعني الشاحن الموجود يعني، او في ساعه تايمر يعني لتنظيم الوقت اثناء النوم في الليل انه يقلب لوحده، وغير هيك انه ممكن الجلوس لتناول الطعام، وفي يعني ميزات ان شاء الله قابله للتطوير في المستقبل ان شاء الله.